السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في قناتنا. هذه قائمة بأكبر ملاعب كرة القدم في العالم، تم ترتيبها حسب سعة المقاعد وحسب الحد الأقصى لعدد المشاهدين الذي يمكن أن يستوعبه الملعب في المناطق المخصصة للجلوس، وتم تضمين جميع الملاعب التي هي موطن لنادي أو فريق وطني بسعة 40,000 أو أكثر، وهذا هو الحد الأدنى من القدرات المطلوبة لاستضافة مباريات كأس العالم فيفا. تابعوا معنا. في المرتبة العاشرة ملعب برج العرب، عدد المقاعد المخصصة للملعب هو 86,000 مقعد جلوس، يقع في مدينة الإسكندرية بمصر. في المرتبة التاسعة ملعب بوكي جليل، عدد المقاعد فيه المخصصة للمشاهدين 87,411 مقعدا، يقع في العاصمة الماليزية كوالالمبور. في المرتبة الثامنة كأكبر ملعب في العالم ملعب جيلورا بون كارنو، عدد المقاعد المخصصة للمشاهدين 88,306 مقعد، يقع في العاصمة الإندونيسية جاكرتا. في المرتبة السابعة كأكبر ملعب في العالم ملعب ويمبلي الشهير، عدد المقاعد المخصصة للمشاهدين هو 90,000 مقعد، يقع في مدينة لندن عاصمة إنجلترا. في المرتبة السادسة نجد ملعبا أيضا من القارة الإفريقية وهو ملعب سوكر سيتي، عدد المقاعد المخصصة للمشاهدين 94,700 مقعد، يقع بجوهانسبرغ عاصمة جنوب إفريقيا. في المرتبة الخامسة نجد ملعب برشلونة الشهير ملعب كامب نو، عدد المقاعد المخصصة للمشاهدين هو 99,354 مقعدا، يقع في مدينة برشلونة الإسبانية في إقليم كاتالونيا. رابع أكبر ملعب في العالم يقع في قارة آسيا وبالضبط في العاصمة الإيرانية طهران، هو ملعب أزادي، عدد المقاعد المخصصة للمشاهدين هو 100,000 مقعد. ثالث أكبر ملعب في العالم هو ملعب أزتيكا بالعاصمة المكسيكية مكسيكو، عدد المقاعد المخصصة للجلوس المشاهدين هي 105,054 مقعدا. في المرتبة الثانية لأكبر ملاعب العالم ملعب سالت ليك بمدينة كولكاتا في الهند، عدد المقاعد المخصصة للمشاهدين هو 120,000 مقعد. أما أكبر ملعب في العالم هو ملعب رونغرادو مايدي، يقع في دولة كوريا الشمالية وبالضبط في عاصمتها بيونغيانغ، عدد المقاعد المخصصة لمشاهدة المباريات فيه هو 150,000 مقعد كرقم قياسي عالمي، دخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية. هذه هي قائمة أكبر 10 ملاعب لكرة القدم حول العالم. وللمفارقة ملعب ماراكانا الشهير في البرازيل ليس من أكبر ملاعب العالم لأنه يتسع لأقل من 79,000 متفرج.